جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الفطرة خمس، فذكر قص الشارب. وجاء من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك. وجاء من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وجاء من حديث أنس مثله وزاد: ولا تشبهوا باليهود. وجاء من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: جز الشوارب وعرق اللحى. فما هو الجمع الصحيح بين هذه الألفاظ المختلفة؟ وكيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم؟ أفتونا في ذلك وفقكم الله. الجواب واضح بالرجوع إلى قاعدة أعتبرها أيضا من قواعد الفقه العامة، وهي تفسير النصوص القولية للآثار الفعلية. تفسير النصوص القولية للأحاديث الفعلية، ذلك لأن بعض النصوص الشرعية كهذه تحتمل أكثر من معنى، فيأتي الشارع ملهما لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن يبين هذه النصوص القولية بهذه. الأحاديث القولية تفسرها الأحاديث الفعلية، وهذا من معاني قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وبيان عليه السلام في غالب الأحيان يكون بالفعل، وإن كان أحيانا يكون بالقول، لكن القول المحدد الذي لا يحتمل وجوها من التأويل. من هذا القبيل مثلا قوله عليه السلام: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فحدد ما يجوز أن تقطع اليد، بينما الآية مطلقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فسواء سرق ربع دينار أو ثمن دينار أو كرشا أو كلسا، لغة اسمه سارق. فلولا هذا الحديث لوجب إعمال الآية على إطلاقها وثمنها. لكن أكثر بيان الرسول عليه السلام كما نلاحظ يكون بفعله، حتى في هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد هذه كلها يد، لكن تارة تطلق اليد ويراد الكف، تارة تطلق اليد ويراد الذراع، تارة يراد العضد مع الذراع، وهكذا. فأين تقطع اليد؟ ما في عندنا بيان من قوله عليه السلام، لكن عندنا بيان من فعله عند الرسل. وهكذا كثير من الأحكام الشرعية الأحاديث القولية تأتي مجملة أو مطلقة أو عامة، فتأتي السنة لتوضح ذلك. هذه الأقوال التي جاءت في الأحاديث الشارب أو إحفاء الشارب هو من الأمر بجد الشارب، ونحن ذلك يجب كمان في حديث آخر أنه